الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مرة أخرى أعزائي الطلاب في الدرس الأول من مقرر العلوم للصف الثالث ابتدائي، والذي كان بعنوان المخلوقات الحية وحاجاتها، وهذا هو الجزء الثاني. نكمل ما بدأناه في الجزء الأول من الدرس. كنا قد توقفنا عند السؤال التالي: ما الذي تحتاج إليه المخلوقات الحية؟ نقصد فيها الحاجات التي تكون ضرورية للمخلوقات الحية حتى تبقى وحتى تعيش. طبعاً كنا في الدرس السابق قلنا أن الحاجات الأربع الضرورية للمخلوقات الحية هي الغذاء والماء والهواء والمكان. طبعاً لماذا تحتاج المخلوقات الحية إلى الغذاء؟ الآن أنت عزيزي الطالب، لماذا تحتاج أن تتغذى؟ لماذا تحتاج إلى الغذاء؟ بماذا يمدنا الغذاء؟ قد يقول طالب أنه للحصول على الطاقة، ونقول هذا هو السبب الرئيسي في أن المخلوقات الحية تحتاج إلى الغذاء، للحصول على الطاقة، أي أن المخلوق الحي يحصل على الطاقة من الغذاء. طبعا الغذاء يجب أن يكون متنوع للإنسان وبأوزان يعني مناسبة لكل نوع من أنواع الأغذية، وهذا ما سنتعرفه في الصفوف القادمة إن شاء الله. لماذا تحتاج طيب المخلوقات الحية إلى الماء؟ طبعا الماء ضروري جدا للحياة، لجميع المخلوقات الحية. نحن الآن في فصل الصيف ونحتاج إلى الماء بكميات كبيرة، لذلك أقول وصيتي لي ولكم أنه لا ننسى شرب الماء، لأن الماء يقوم بوظائف عديدة في جسم الإنسان. طيب المخلوقات الحية اللي هي الحيوانات والنباتات لماذا تحتاج إلى الماء؟ طبعا تحتاج إلى الماء حتى تستطيع أنها تهضم الطعام، تفكك الطعام، وأيضا تحتاج إلى الماء للتخلص من الفضلات، إذا الماء يعتبر من الحاجات الضرورية والأساسيات في حياة المخلوقات الحية. كيف تحصل اليرقة على احتياجاتها؟ طبعا هذه صورة اليرقة كنا قد عرضناها في الدرس السابق، وأعرضها مرة أخرى لأهميتها. كيف تحصل اليرقة على احتياجاتها؟ قد يقول طالب أن لكي تحصل على الطاقة اللازمة لنموها، طبعا من أوراق الأشجار التي تأكلها. اليرقات أو اليرقة كما في الصورة تحصل على الطاقة من خلال أوراق الأشجار، تتغذى على أوراق الأشجار، تأكل أوراق الأشجار. طيب الغزلان هنا في البركة هذه لماذا حضروا وما الذي يحصلون عليه من البركة؟ قد يقول طالب أنهم يشربون الماء، إذا الماء من الحاجات الضرورية للمخلوقات الحية، وهذا لا خلاف فيه. بعض المخلوقات الحية كما في الصورة هذه، الحوت مثلا يكون عادة في قاع البحر، وإذا أراد التنفس فإنه يخرج إلى سطح الماء حتى يحصل على الأكسجين اللازم للتنفس من الهواء. إذن هناك غازات الهواء مثل الأكسجين يحتاجها الحوت، يحتاجها الإنسان، وتحتاجها الحيوانات. هناك مثلا غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا يحتاجه النبات ويحصل عليه من الهواء. إذن الهواء يعتبر من الحاجات الضرورية للمخلوقات الحية. أين تعيش الأرانب؟ أين تعيش الدجاج؟ أين يعيش الأسود؟ أين يعيش الضب؟ أين يعيش الجمل؟ أين تعيش النباتات؟ كل الكائنات الحية أو المخلوقات الحية تحتاج إلى مكان يؤويها ويحميها حتى تستطيع أن تبقى وتعيش وتنمو على سطح الأرض. بيئة غرفة صفية، الفصل الدراسي اللي ندرس فيه عادة، هل نستطيع أن نقول أنه يعتبر من البيئات أم لا؟
هل تعتبر غرفة الصف بيئة أم لا؟ إذا قلت نعم علل، وإذا قلت لا أيضا علل. ماذا نعني بكلمة علل؟ دائما نسمع علل أو نقرأ علل، علل يعني اذكر السبب، اذكر السبب. إذا قلت نعم اذكر السبب، وإذا قلت لا اذكر السبب. لماذا تعتبر الغرفة الصفية بيئة؟ قد من الإجابات اللي محتمل أن يقول الطلاب أنها لأنها يوجد فيها مخلوقات حية وأشياء غير حية، وهذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو الجواب الصحيح، لأن بها مخلوقات حية وأشياء غير حية. طيب، ما المخلوقات الحية في بيئة الغرفة الصفية؟ ما الأشياء أو ما المخلوقات الحية في الصف؟ ما المخلوقات الحية في بيئة الغرفة الصفية؟ طبعا المعلم يعتبر من المخلوقات الحية، والطلاب من المخلوقات الحية، وبعض الفصول ممكن يكون فيها نباتات يحضرونها الطلاب والمعلم حتى يشرع عليها، أيضا تعتبر النباتات من المخلوقات الحية في الصف. لذلك نستطيع أن نقول أنها بيئة، نستطيع أن نطلق على الصف بيئة. بعض الأشياء غير الحية، نريد أن نذكر الآن بعض الأشياء غير الحية التي توجد هنا في الصف الدراسي: اللوحات، الجدران، الكراسي والطاولات، السبورة، المراوح، الأنوار، كل هذه أشياء غير، والكتب والأقلام، كل هذه أشياء غير حية. إذن بما أن البيئة هذه فيها أشياء غير حية وفيها مخلوقات حية، إذن نستطيع أن نقول أن غرفة الصف تعتبر بيئة، تعتبر بيئة. إذن البيئة هي عبارة عن جميع المخلوقات الحية والأشياء غير الحية. مما تتركب أجسام المخلوقات الحية. جميع المخلوقات الحية، سبق أن تعرضنا لهذا السؤال في الجزء الأول من الدرس. مما تتركب أجسام المخلوقات الحية؟ طبعا جميع أجسام المخلوقات الحية تتركب من خلايا، وهذه الخلية التي كبرناها تحت المجهر حتى تصبح واضحة لكم، لأن المجهر يكبر الأشياء الصغيرة، ولأن الخلايا غاية في الصغر بحيث أننا لا نستطيع أن نراها بالعين المجردة، وهي تعتبر خلايا من نبات البصل مكبرة بالمجهر. هذه الصورة، ما المقصود بالخلايا وما الذي تحتاج إليه الخلايا لتبقى حية؟ طبعا نقصد بالخلايا وحدات بناء الحياة أو وحدات بناء الأجسام، مثل الطوب ومثل البلوك. إذا تذكرون الصورة السابقة في الدرس السابق، إنه الطوب هذا هو وحدة بناء العمارة مثلا أو البناية، كذلك الخلايا تبني أجسام المخلوقات الحية سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات حتى يصبح بالشكل الذي نراه. ما الذي تحتاج إليه الخلايا حتى تبقى حية؟ الخلايا تحتاج إلى ما تحتاج إليه جميع المخلوقات الحية، الحاجات الأربع الرئيسية اللي ذكرناها قبل قليل، اللي هي الغذاء والماء والهواء، وأيضا تحتاج إلى المكان. نفس احتياجات المخلوقات الحية، أيضا الخلايا تحتاج إلى ماء وغذاء وهواء ومكان حتى تبقى حية. طيب، نأتي الآن إلى مراجعة الدرس. ماذا تعلمنا حتى الآن؟ ماذا تعلمنا عن المخلوقات الحية؟ ماذا نقصد بالمخلوقات الحية؟ لنركز الآن في خلاصة الدرس. نقصد بالمخلوقات الحية جميع النباتات والحيوانات، في هذا تعتبر طبعا النباتات والحيوانات مخلوقات حية. تشترك كل المخلوقات الحية في ثلاث صفات، في ثلاث خصائص. ما هي؟ سأترك لكم 15 ثانية أو 20 ثانية حتى تتمكنوا من الإجابة وتسترجعوا ما قد تم دراسته في السابق. في ماذا تشترك المخلوقات الحية؟
قلنا سابقا أنها تشترك في النمو والتكاثر والاستجابة، جميع المخلوقات الحية تنمو وتتكاثر وتستجيب، لديها القدرة على الاستجابة. المخلوقات الحية مثل ماذا؟ قلنا مثل الأشجار، مثل جميع النباتات، أشجار النخيل، التفاح، مثل الأعشاب، مثل الحيوانات، الحمار والبقرة والحصان والحشرات مثلا والديدان والأسماك، كل هذه تعتبر مخلوقات حية. طبعا المخلوقات الحية قلنا لها احتياجات، احتياجات ضرورية حتى تبقى وتعيش، وهي أربع حاجات ذكرناها وكررناها مرارا وتكرارا، ألا وهي الماء والغذاء والهواء وكذلك المكان، وكذلك المكان. تتركب أجسام جميع المخلوقات الحية من ماذا؟ مما تتركب أجسام المخلوقات الحية؟ جميع المخلوقات الحية تتركب أجسامها من خلايا، تتركب من خلايا. طيب تكلمنا عن المخلوقات الحية، الآن نأتي إلى الأشياء غير الحية حتى نستطيع أن نحقق هدفنا من الدرس الحالي. الأشياء الغير حية لا تنمو، الأشياء غير الحية لا تنمو ولا تستجيب ولا تتكاثر. من الأشياء غير الحية مثلا الطاولات والكراسي والألعاب والسيارات والجدران والرمل والحجارة والجبال والتراب والماء، كل هذه أشياء غير حية لا تنمو ولا تستجيب ولا تتكاثر. طبعا من الذي ينمو ومن الذي يستجيب ومن الذي يتكاثر؟ هي المخلوقات الحية. إذن الفرق بين المخلوقات الحية والأشياء غير الحية أن المخلوقات الحية تنمو وتستجيب وتتكاثر، بينما الأشياء غير الحية لا تنمو ولا تستجيب ولا تتكاثر. سؤال حتى نستطيع أن نقول أن هذا الطالب فهم الدرس أم لا، هل اللعبة، أي لعبة كانت، مخلوق حي أم لا؟ علل إجابتك، وسبق أن شرحنا ماذا نعني بكلمة علل. علل إجابتك يعني اذكر السبب. إذا قلت أن اللعبة مخلوق حي، نعم مخلوق حي، لماذا؟ وإذا قلت أن اللعبة ليست مخلوق حي، أيضا لازم تذكر لنا لماذا. طبعا اللعبة تعتبر من الأشياء غير الحية، إذن الجواب هنا هل اللعبة مخلوق حي؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها لا تنمو ولا تستجيب ولا تتكاثر. يعني لو وضعنا اليوم كرسي في غرفة، جينا بكرة، هل سيكبر الكرسي؟ سينمو؟ لا. هل سيستجيب؟ لو حدث خطر ما، حريق لا قدر الله في هذه الغرفة، هل سيهرب هذا الكرسي؟ طبعا لا. هل يتكاثر؟ بكرة نجي نشوف الكرسي هذا أصبح ثلاث كراسي أو أربعة؟ طبعا لا. إذن اللعبة أو اللعبة ليست مخلوق حي، بل هي من الأشياء غير الحية. ما الفرق بين المخلوقات الحية والأشياء غير الحية؟ وهذا السؤال كررنا عليه الإجابة عدة مرات. ماذا نقصد بالبيئة؟ ماذا نقصد بالبيئة؟ ماذا، ما المقصود بالبيئة؟ ما المقصود بالبيئة؟ أترك لكم ثواني معدودة للتفكير. ما المقصود بالبيئة؟ نقصد بالبيئة مثل بيئة الغرفة الصفية التي ذكرناها قبل قليل، أنها جميع المخلوقات الحية والأشياء غير الحية المحيطة بالمخلوق الحي، جميع المخلوقات الحية والأشياء غير الحية. طيب سؤال آخر وهو من الأسئلة الموجودة في المقرر الدراسي، إذا رغبت بزراعة نبات في المنزل، إذا رغبت بزراعة نبات في المنزل فماذا ستوفر له؟ نقصد بماذا سنوفر له حتى يعيش، يعني ما هي الحاجات التي يحتاجها النبات؟ هذا باختصار معنى السؤال. إذا أردنا زراعة نبات في المنزل فأننا سنتأكد أنه سيحصل على الماء والضوء ومكان مناسب ليعيش فيه. طبعا وأكيد الهواء، لأنه يحتاج إلى الهواء، لأنه لو قطعنا عن هذا النبات الهواء سيموت، لو قطعنا عنه الماء سيموت، لو وضعناه في مكان غير مناسب سيموت، لو أبعدناه عن ضوء الشمس أيضا سيموت.
السؤال الرابع: يحتاج الإنسان إلى جميع الأشياء التالية ليبقى حياً، يعني الحاجات ما عدا واحداً، وأنا حطيت خط هنا حتى نركز على العبارة ما عدا واحداً، يعني كل ما سنذكره يحتاج إليه الإنسان، ما عدا واحد، ما هو هذا الشيء الذي لا يحتاجه الإنسان ليعيش؟ يعني هل الهواء يحتاجه الإنسان ليعيش؟ نعم، نحن نريد الذي لا يحتاجه الإنسان، إذا الإجابة ليست هذه. الغذاء يحتاجه الإنسان؟ نعم، لا نريد هذه الإجابة، نريد الذي لا يحتاجه. الماء يحتاجه الإنسان؟ نعم يحتاجه بالتأكيد. السيارات تحتاج الإنسان؟ يحتاجها الإنسان صحيح، ولكن هل سيعيش الإنسان بدونها أم لا؟ يعيش، يبقى حيا، حتى لو ما مع سيارة الإنسان يبقى حيا. إذا الجواب الصحيح هو دال السيارات. الآن سنأخذ المنظم التخطيطي أو المنظم التخطيطي هذا حتى نستطيع أن ننظم أفكارنا، وهذه الشكل هذا يعتبر من المنظمات التخطيطية التي تساعدنا في ربط الأفكار، في التلخيص، في بقاء أثر التعلم فترة أكبر، يساعدنا في ربط الأفكار بدلا من أن تكون الأفكار مبعثرة هنا وهناك. المنظمات التخطيطية وخرائط المفاهيم والمطويات كلها تساعدنا في التلخيص وفي ربط الأفكار بعضها ببعض حتى نفهم بشكل أكبر، وحتى نستطيع أنه يبقى لدينا أثر التعلم مدة أطول. هنا في المنظم التخطيطي نضع الفكرة الرئيسية، أي فكرة نريدها، ثم نضع التفاصيل هنا، ولو لاحظنا أنها مترابطة الأجزاء، يعني الفكرة الرئيسية يجب أن تكون التفاصيل هنا مرتبطة، جميع التفاصيل، جميع ما سيذكر هنا من تفاصيل يجب أن تكون مرتبطة بالفكرة الرئيسية. وكمثال على ذلك سنأخذ حاجات المخلوقات الحية، هي الفكرة الرئيسية من درسنا هذا اليوم. حاجات المخلوقات الحية ما هي؟ الماء والهواء والغذاء والمكان، هذه هي التفاصيل. إذن إذا أحد سألني في المستقبل ما هي حاجات المخلوقات الحية، أستطيع أن أقول له الماء، الهواء، الغذاء، المكان. الفائدة من هذا الشكل بدلا من أن نحفظ بدون أن نفهم، هذا المنظم التخطيطي يساعدنا على الفهم وعلى التلخيص وعلى ربط الأفكار بعضها ببعض حتى لا نفقدها بسهولة. أيضا نستطيع أن نأخذ المنظم التخطيطي آخر كمثال، مثلا خصائص المخلوقات الحية. طبعا نتكلم عن الخصائص المشتركة، الخصائص المشتركة، هناك ثلاث خصائص مشتركة بين المخلوقات الحية: أنها تنمو وتتكاثر وتستجيب. النمو والتكاثر والاستجابة هي خصائص المخلوقات الحية جميعها المشتركة في جميع المخلوقات الحية. الخصائص المشتركة في جميع المخلوقات الحية سواء كانت نباتات أو حيوانات هي النمو والتكاثر والاستجابة. ننتقل سريعا إلى الشريحة الأولى ونشاهد أهدافنا من هذا الدرس لنرى هل حققنا هذه الأهداف أم لا. نستطيع الآن أن طبعا كانت أهدافنا أن نقارن، من هو الذي سيقارن؟ طبعا أنت يا عزيزي الطالب أن تقارن بين المخلوقات الحية والأشياء غير الحية. هل نستطيع المقارنة الآن أم لا؟ نقول نعم، ونقول أنه نستطيع أن نقارن بين المخلوقات الحية والأشياء غير الحية. وكيف نقارن؟ نقول أن المخلوقات الحية تنمو وتتكاثر وتستجيب، بينما الأشياء غير الحية لا تنمو ولا تتكاثر ولا تستجيب. أن يصف الطالب ما يحتاج إليه أو ما تحتاج إليه المخلوقات الحية لتتمكن من البقاء. الخلاصة هنا ما هي الاحتياجات التي نرى أنها ضرورية للمخلوقات الحية لتتمكن من البقاء والعيش؟ طبعا هي الحاجات الأربع اللي هي الغذاء والماء والهواء والمكان. وبهذه النقطة نستطيع أن نقول أننا وصلنا معكم إلى نهاية الدرس الأول كاملا، والذي كان بعنوان المخلوقات الحية وحاجاتها، واستطعنا من خلاله أن نقارن بين المخلوقات الحية والأشياء غير الحية، أن نصف ما تحتاج إليه المخلوقات الحية، وتعرفنا فيه على كثير من
المفردات المهمة التي ستخدمنا في الدروس القادمة إن شاء الله، والتي أطلب منكم إن شاء الله بعد نهاية هذا الدرس أن تسجل جميع ما ورد في هذا الدرس، وأطلب منكم أيضا أن يكون بجانبكم ورقة ودفتر لمادة العلوم حتى ندون فيه جميع الأفكار الرئيسية والمهمة والمفردات، كذلك المفردات المهمة، كل ما تعلمنا مفهوم جديد نسجله وماذا يعني حتى لا تلتبس علينا الأمور. فمفردات مهمة مثل البيئة، مثل التكاثر، مثل الاستجابة، مثل الخلية، من الضروري جدا أن نفهم ماذا تعني كل مفردة من هذه المفردات. وفي الختام أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.